بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، يتجدد اللقاء في مثل هذه الليلة من كل أسبوع من المسجد الحرام، من المسجد الأول من جوار البيت العتيق الكعبة المشرفة. نلتقي لنتدارس معا آيات هذا القرآن العظيم، كتاب رب الأرباب جل جلاله، الذي أنزله على خاتم الرسل، على سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الهدى، وهذا الكتاب النور، وهذا الكتاب الفرقان، وهذا الكتاب التبيان، وهذا الكتاب الروح، القرآن العظيم. فإن من آمن به حي، ومن استجاب لأمره كان على صراط مستقيم، ومن جعل أحكامه أمامه متبعا لها فهو على نور من ربه. هذا القرآن العظيم الذي أعظم ما يتعامل به المؤمن والإنسان مع هذا الكتاب هو أن يجد اليقين في نفسه نحو هذا القرآن، أنه كلام الله وأنه من عند الله، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما فيه حق لأنه قول الحق جل جلاله، وأن يمتلئ القلب يقينا بذلك وقناعة، وأن يتأمل الإنسان كتاب الله ويستبصر في آياته ليزداد يقينا، ويمتلئ قلبه ثقة بأن هذا الكتاب حق من عند الله، وأن هذا الكتاب جاء بالحق من عند الله، وأن هذا الكتاب يهدي للحق، وأن هذا الكتاب من عمل به عمل بالحق، وأن هذا الكتاب هو المرجع لمن يطلب الحق والحقيقة، فإنه يجد ذلك في كتاب الله عز وجل. لا بد أن يكون هذا المقصود وهذه الغاية أمام كل واحد منا، وأن يختبر نفسه أمام هذه اليقينية، وهل يجد فعلا هذه الطمأنينة وهو يسمع آيات القرآن، فإذا به يسمعها سماع من تيقن أن الحق يأتي من هذا الكتاب
وأن الحق موجود في هذا الكتاب، وأن العمل بهذا الكتاب يجعلك على الصراط المستقيم، وأنه سيخرجك، أي العمل بهذا الكتاب العظيم القرآن سيخرجك من دائرة الضلال إلى الهدى، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الخوف إلى الأمن، لأن هذه ضمانة الله عز وجل التي أعلنها للناس، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقوله فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه آيات من القرآن العظيم أعلن من خلالها هذه الضمانة للناس حال اتباعهم لهدى الله، والله عز وجل أخبرنا أن هداه، أن هذا الكتاب هدى من عنده جل جلاله، كما قال الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالحق الذي في القرآن حين يخبرنا عن ربنا ويعرفنا بخالقنا وإلهنا ومعبودنا الحق، فإن ذلك حق وأعظم الحق، والقرآن جاء مبينا لهذا العلم العظيم بيانا شافيا كافيا عظيما. من وقف مع القرآن والقرآن يحدثك عن ربك الذي خلقك والذي خلق السماوات والذي أحياك والذي أحيا الناس والذي يرزق العباد والذي يدبر الأمر والذي الكون كله تحت مشيئته وإرادته جل جلاله، ويحدثك عن كمال ملكه وسعة سلطانه، ويحدثك عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويحدثك عن مفعولاته في هذا الكون العظيم، وعن جمالها وإتقانها وإبداعها، ويحدثك عن حكمته في هذه المفعولات وفي هذه المخلوقات. وإذا بك تقف على أمر عظيم، ومن الحق الذي يحدثنا القرآن به حين يخبرنا عن الغيب، حين يخبرنا عن الجنة، حين يخبرنا عن النار، حين يخبرنا عن الملائكة الأبرار الأطهار، فيحدثك حديثا وكأنك تنظر إلى هاتين الدارين، ويحدثك حديثا يملأ قلبك شوقا وحنينا وحبا للجنة، ورغبة صادقة توجد في النفس عزمة قوية أن تكون من أهلها. وحين يحدثك عن النار تجد في نفسك من الخوف والرهبة والفزع مما أعد الله عز وجل فيها لأعدائه، ويوجد في نفسك عزمة صادقة قوية على الفرار منها، وألا تكون على عمل نهايته أن تكون من أهلها. وحين يحدثك عن مخلوقاته السماوات والأرض وما جعل الله عز وجل فيها وما بينهما من خلق عظيم وتدبير جليل، يملأ قلبك خشية لله وتعظيما لله وإجلالا لله وتكبيرا لله العظيم جل جلاله. وهكذا كل شيء يحدثنا القرآن عنه فهو حق، وكل شيء يخبرنا القرآن عنه فهو يملأ القلب يقينا ورضا وثقة. هذا هو الأمر العظيم
الذي حقيقة نحتاج أن نتدبره ونحن نقرأ كتاب الله جل جلاله أو نسمع آيات القرآن، لأن التدبر مطلب الرئيس وغاية عظمى لنزول هذا القرآن. الله جل جلاله أخبر عن ذلك في كتابه إذ قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا الكتاب العظيم نحن مطالبين بهذا التعامل معه لنصل إلى هذه الدرجة من الطمأنينة والرضا والقناعة والثقة بما جاء في القرآن العظيم، حتى يصل الإنسان إلى درجة التصديق والرضا أنه لو كان الناس كلهم في جهة وكان هو مع كتاب الله عز وجل في جهة لما أثر فيه ولبقي مع كتاب الله عز وجل. ولو قال الناس قولا وقال القرآن قولا لم تلأ قلبه يقينا أن الذي قاله القرآن هو الحق، ماذا بعد الحق إلا الضلال. إن هذه المنازل والدرجات هي مطلب رئيس للإنسان في كل زمن وفي كل مكان، وخصوصا عندما يجد الإنسان من الأمور ما يصرفه عن القرآن أو يراد أن يصد عن كتاب الله وعن القرآن وعن حقائق القرآن وأن لا يتعامل مع القرآن بهذا الحق من التصديق الكامل التام لما جاء فيه من الحق. القرآن يحدثنا عن الماضي كما يحدث قارئ القرآن عن المستقبل، يحدثنا عن الماضي حين يحدثنا عن خلق السماوات والأرض، وحين يحدثنا عن خلق المخلوقات، وحين يحدثنا عن خلق الإنسان، وحين يحدثنا عن الأنبياء والرسل، وحين يحدثنا عن الأمم، فهو يحدثنا عن ماض قد حدث وكان، هو بالنسبة لنا غيب لأننا لا نراه، ولكنه كان وكان يقينا لأن القرآن أخبر عنه. الأنبياء والرسل صفوة الخلق وخيرة البشر، اصطفاهم الله عز وجل ليبلغوا دينه وليبلغوا رسالته للناس وليبلغوا الهدى الذي جاءهم من عند الله عز وجل لمن بعثوا فيهم. هؤلاء الأنبياء والرسل الله عز وجل ذكر في كتابه عددا منهم بأسمائهم وأخبر عن أممهم وعن موقف من بعثوا وأرسلوا فيهم، كيف كان تعاملهم مع الأنبياء والرسل ومع الهدى الذي جاءوا به من عند الله، وكيف عاملهم الله عز وجل وفق ذلك الموقف منهم من نبيهم أو رسولهم الذي بعث فيهم. فالقرآن الكريم يخبر عن ذلك وبين لنا هذا في هذا الكتاب العظيم. والسورة التي نقف معها في لقاءاتنا هذه وهي سورة آل عمران، والآيات التي نتدارسها
في هذه المرحلة من دروسنا، فإنها تحدثنا عن واحد من هؤلاء الصفوة الأخيار والرسل الكرام، تحدثنا عن رسول من أولي العزم من الرسل، عن رسول الله عيسى ابن مريم عليه السلام. ووقفنا من خلال الآيات السابقة التي تحدثنا عن هذا الرسول الكريم، وعرفنا عن السبب الذي تحدثت هذه الآيات الكريمة عن قصة عيسى عليه السلام وعن خبره، ووفد نصارى نجران. وهذا ما تبين لنا في الدروس الماضية، إلى أن كان وقوفنا عند قول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية العظيمة الكريمة التي جاءت بعد تلك الآيات التي أظهرت أن عيسى عليه السلام استبان له أن قومه يمكرون به ويكيدون له، وأنهم يحكون له المكائد، وأنهم وصلت بهم الجرأة أن يدبروا أمر قتله، والله عز وجل غالب على أمره، والله عز وجل ناصر أولياءه، والله عز وجل يحفظ أنبياءه. فأمام ذاك المكر والكيد الذي قوبل بمكر الله جل جلاله جزاء مكرهم وإبطاله وإفساده، فيقول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. إذ قال الله، إذ العامل فيها على قول الإمام الطبري: ومكر الله إذ قال، يعني أن مكر الله الذي قوبل بمكر أو مكر أعداء الله الذي قوبل بمكر الله، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. ومن العلماء من قال العامل في إذ: أذكر يا محمد إذ قال الله يا عيسى، أذكر يا محمد إذ قال الله يا عيسى. فقوله جل جلاله إذ قال الله بالاسم الأعظم الله، بالاسم الأعظم الله جل جلاله، ليعطي الدلالة على كمال القدرة في تحقيق ما أخبر الله عز وجل عنه. ثم الخطاب باسمه لما يكون في هذا النداء من الاستئناس لعيسى عليه السلام، من الاستئناس لعيسى عليه السلام. فالملائكة بلغت عيسى بقول ربه: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك، الوفاة
كما هو معلوم أن الأصل في إطلاقها إخراج الروح من الجسد، ففلان توفي أي خرجت روحه من جسده. وأيضا جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإذن من هنا قال العلماء وهم ينظرون إلى هذه الآية ويتأملون، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، متوفيك على قول الجمهور من المفسرين أي قابضك برفعك إلى السماء من غير وفاة بموت، قابضك برفعك إلى السماء من غير وفاة بموت. ومنهم من قال متوفيك وفاة نوم للرفع إلى السماء، أي أنه كانت الوفاة بنومه ثم رفع إلى السماء نائما. وقيل الوفاة بموته، وهذا القول أضعفها، لأن عيسى عليه السلام كما أخبر الله جل جلاله في كتابه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وكما أجمعت الأمة على أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان بروحه وجسده حيا، وأن آيات القرآن دلت على ذلك، وأن آيات القرآن صرحت بهذا، وكذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وأن نزوله من أشراط الساعة الكبرى عليه الصلاة والسلام، إذ نزوله دليل قرب القيامة جدا. فنجد في القرآن كما مر معنا في آية سابقة سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، فأشرنا ماذا قال العلماء عند قول الله عز وجل كهلا، ولماذا خصصت هذه المرحلة، وذلك لأن يكلم الناس في المهد وهي الكلام الأول الذي كان منه بعد ولادته، وكهلا وهو الكلام الذي يكون منه بعد نزوله من السماء في آخر الزمان. فلذلك هذا الأمر هذا دليل في كتاب الله. وأيضا من ذلك قول الله عز وجل عن بني إسرائيل وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهذه آية واضحة في كتاب الله عز وجل صريحة على أن الله عز وجل رفعه
وأن بني إسرائيل ما قتلوه وما صلبوه كما زعموا، وأن اليقين في رفعه. وأيضا قوله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. يقول ابن عباس: وإنه، في قول الله عز وجل وإنه لعلم للساعة، قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. إذن هذا كلام الله عز وجل في كتابه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ووافق بقوله هذا ما جاء في كتاب الله عز وجل في الآيات سابقة الذكر. فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن سيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر من هذه 10 ونزول عيسى بن مريم، وهذا في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. وأيضا ما روى الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، وكذلك رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، وفي رواية للبخاري: حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. إذن هذه النصوص دلت على ما جاء في القرآن من نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. ويقول الإمام السفاريني رحمة الله عليه قال: وأما الإجماع فقد اجتمعت الأمة على نزوله، ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافهم، وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها. إذن آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة على نزوله، فإذن هذه الأمور إذن تعيننا على فهم ما المراد بقول الله عز وجل: إني متوفيك، إني متوفيك. وهذا السؤال سئل عنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية، سئل عن رجلين تنازعا في أمر نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام، فقال أحدهما أن عيسى بن مريم توفاه الله ثم رفعه إليه، وقال الآخر بل رفعه إليه حيا، فما الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده وروحه أم لا؟ وما الدليل على هذا وهذا؟ وما تفسير قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي؟
إذن يسأل شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن هذه الكلمة متوفيك ورافعك إلي، فماذا كان جواب شيخ الإسلام رحمة الله عليه؟ قال: الحمد لله، عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. قال: وثبت في الصحيح عن أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، وأنه يقتل الدجال، ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره. إذن دليل على أنه رفع حيا، وليس أنه توفي ودفن في قبره ثم رفعه الله إليه. قال: وأما قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أن ليس في ذلك خاصية. والإخبار هنا يدل على أن هنا خاصية لعيسى عليه السلام. قال: وكذلك قوله: ومطهرك من الذين كفروا، ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. وقد قال تعالى في الآية الأخرى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فقوله هنا بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه، إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات. ولكن لما لم يكن الإخبار بهذه الطريقة فدل ذلك على أنه رفع بروحه وجسده وبدنه. واضح إذن؟ هذا من قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فإذن قوله عز وجل: إني متوفيك، إذن دل على أن المقصود هنا أنه كما قال الحسن: قابضك برفعك إلى السماء من غير وفاة بموت، من غير وفاة بموت. ورافعك إلي، الرفع نقل من سفل إلى علو، من مكان أسفل إلى مكان عالي. إذن هذا معنى رافعك. وإضافة الرفع ورافعك إلي، هذه الإضافة دلت وأفادت بأمور، فدلت على علو الله عز وجل وأن الله في السماء، ودلت أيضا على تشريف لعيسى عليه السلام، لعيسى عليه السلام، حيث أن الله عز وجل رفعه إليه، رفعه إليه. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. التطهير بمعنى التنقية، والشيء الطاهر شيء نقي. فقوله عز وجل ومطهرك أنه مخلصه. ولاحظوا هنا مطهرك من الذين كفروا، فالتطهير
من نجس ومن دنس ومن حدث، فقوله من الذين كفروا، فإنه جعل الذين كفروا دنس ونجس، وأن الله عز وجل طهر عيسى منهم، طهر عيسى منهم، لأن صحبة الأشرار وخلطة الفجار تتنزل منزلة الدنس في الثوب، فإنها تؤثر على الإنسان. وكما قال الله عز وجل في مثل هذا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقوله مطهرك من الذين كفروا، والتصريح بهذا الوصف لكي يبين أن علة الدنس الذي طهر منه عيسى عليه السلام هو كفرهم، هو كفرهم، واضح؟ فلذلك قوله عز وجل مطهرك من الذين كفروا. لكن ما المقصود بهذا التطهير الذي حصل لعيسى من الذين كفروا؟ فهنا ذكر العلماء أقوالا، وبعضها عدد منها من خلاف التنوع، فمنهم من قال تطهيره منهم هو منعهم من قتله، ذاك المكر والكيد الذي أرادوا من ورائه أن يقتلوا نبيهم ورسولهم عيسى عليه السلام، فطهره الله عز وجل من ذلك الأمر وما مكنهم منه. ومن العلماء من قال أخرجه من بينهم، أخرجه من بينهم. ومن العلماء من قال مطهرك من الذين كفروا، أي مطهرك من الأفعال التي بها كانوا بهذا الوصف، بهذا الوصف وهي الكفر والفواحش، فمطهرك بمعنى أن الله عز وجل طهره، بمعنى حفظه وبرأه من أن يكون يفعل أفعال أهل الكفر ممن بعث فيهم. ومن العلماء من قال مطهرك مما قالوه فيك وفي أمك، وما اتهموك واتهموا أمك، وانتقصوا أمك الصديقة مريم البتول عليها السلام، فالله مطهرك من هذا كله. فإذا نظرنا إلى هذه الأقوال، وإن كان أكثرها قربا من المراد أن التطهير هو منعهم من قتله، فإن المعاني الأخرى أيضا لا يستبعد أن تكون مرادة، إذ التطهير مقصود، وأن ذلك حصل لعيسى عليه السلام، فالله عز وجل حفظه من كفرهم والفواحش التي كانوا يرتكبوها، وأن الله عز وجل طهره مما قالوه فيه وفي أمه، وأبقى له الذكر الحسن في الأرض وعند عباد الله المؤمنين، وأن الله حفظه من أذى أولئك الذين كفروا به وما صدقوا وما آمنوا به. فإذا إن نظرنا إلى تلك المعاني التي ذكرت فإن النص يحتملها، فالله عز وجل طهره مطهرك من الذين كفروا. ولكن رأينا ماذا أفادتنا كلمة مطهرك عندما دلت على وصف لهؤلاء الذين لم يصدقوا بنبوته ورسالته ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه، فإن ذاك الأمر أدخلهم في هذا الوصف، وهو وصف النجس، لأن هو وصف لمن كفر بالله عز وجل، فمطهره.
ثم ومطهرك من الذين كفروا، ذكر الكفر لبيان العلة، لبيان العلة التي لأجلها حصل التطهير، حصل التي العلة التي بها كان هؤلاء الذين كفروا وصفوا، يعني تضمن وصفهم معنى النجس، وأن العلة في ذلك هي كفرهم، وأن العلة في ذلك هي كفرهم. مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل، جعل إذا أضيفت إلى الله جل جلاله ففي الغالب أن ما بعدها أمر قدري، أي أمر قدره الله، وما قدره الله كائن كما قدره الله. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الذين اتبعوك، لا شك أن أول من يدخل في الذين اتبعوك الحواريين الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وصدقوه واتبعوه، فهم يدخلون في هذا اللفظ. هل يدخل غيرهم؟ هنا ذكر العلماء أقوالا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فمن العلماء من قال يدخل في هذا المسلمون، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين صدقوا بالأنبياء وصدقوا بعيسى عليه الصلاة والسلام، وصدقوا بعيسى عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس، يقول أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. فلذلك هو، أي عيسى عليه السلام، آخر أنبياء بني إسرائيل، ومن بعده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام بشر بنبوته كما ذكر الله ذلك في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإذا قوله جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، فالذين اتبعوك إذا منهم من خصص هذه اللفظة بمن اتبعه من بني إسرائيل وآمن به وصدقه، ومنهم من أدخل في ذلك أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار إيمانهم بالأنبياء وبعيسى عليه الصلاة والسلام، وأن إيمان هذه الأمة بعيسى عليه الصلاة والسلام فيه تفصيل، إذ هو إيمان بنبوته ورسالته، وإيمان بما ذكر الله عز وجل عن ولادته، وإيمان برفعه، وإيمان بنزوله في آخر الزمان، وإيمان بأنه سيحج وإلى هذا البيت العتيق، وإيمان بأنه سيحكم بشريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيكون حكما مقسطا عادلا. إذن هذا الإيمان بهذه التفاصيل كلها، فهذه الأمة تؤمن في حق هذا النبي الأخير من أنبياء بني إسرائيل، تؤمن بهذا التفصيل كله. فلذلك قالوا هم يدخلون في هذا الوصف، يدخلون في هذا الوصف. وجاعل الذين اتبعوك،
ومن العلماء من توسع وقال، وننتبه هنا، قال اتبعوك هو في بني إسرائيل، وقد أرسل إلى بني إسرائيل، والمقصود أن وجاعل الذين اتبعوك أي من بني إسرائيل فوق الذين كفروا أي من بني إسرائيل. فمن العلماء من قال أن هذا الأمر مرتبط بالنصارى واليهود، وأن النصارى فيما يتعلق بعيسى عليه السلام هم أقرب من اليهود باعتبارهم أنهم آمنوا برسالته وأن اليهود لم يؤمنوا بها، واضح؟ فلذلك فجعلوا أن هذا الأمر أيضا له تعلق هنا بقضية الغلبة، قضية الغلبة، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. طيب، إذن هذا الآن عرفنا جاعل الذين اتبعوك ما المقصود. طبعا قول الجمهور، قول الجمهور على عموم المتبعين، المتبعين لعيسى عليه السلام، المتبعين له بحق، هذا قول الجمهور. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، هذه الفوقية هل هي فوقية برهان وحجة؟ بهذا قال عدد من المفسرين، أم هي فوقية بالعز والغلبة؟ أيضا هذا قول لبعض المفسرين، بالعزة والغلبة قول ثاني، أو الفوقية فوقهم في الأخلاق والتعامل والانقياد، أي في مظهرهم وسلوكهم وتعاملهم، فهم فوقهم لأنهم متبعين. فإذن وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، فمنهم من قال بالبرهان والحجة، ومنهم من قال بالعز والغلبة، ومنهم من قال بالأخلاق والمظهر الحسن والسلوك الحسن بالعز والغلبة، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. وإن نظرنا أيضا بين هذه الأقوال، فالفوقية بالبرهان والحجة يحتملها النص، والفوقية بالعز والغلبة يحتملها النص. وإن نظرنا إلى الواقع فإن المؤمنين فإن فوقيتهم بالبرهان والحجة هذه واضحة ظاهرة على من كفر، وأما بالعز والغلبة فإن ذلك أيضا كائن والمآل إليه، وإن كان هناك فترات يتغير فيه الأمر، لكن الله عز وجل يجعل العاقبة لأهل الإيمان بالعز والغلبة كما قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذن وجاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إذن نزوله عليه الصلاة والسلام، وعندما ينزل عيسى عليه السلام فإن أهل الكتاب يؤمنون به ويتركون، ولذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، لأنه بنزوله يبطل ما افتراه النصارى في حق عيسى وما افتراه اليهود في حق عيسى عليه الصلاة والسلام، فيبطل ذلك. فقوله يقتل الخنزير ويكسر الصليب
ويضع الحرب دليل على أن ذلك كله يبطل بنزوله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولذلك لو وقفنا مع بعض النصوص المخبرة عن ذلك، ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. طبعا هنا لا يقبله أحد، قال العلماء: إما لأن الناس أدركوا أن بنزوله اقتربت الساعة فلذلك لا يحرصون على جمع المال، وقيل لكثرته، وقيل لكثرته. قال: حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، أي بما وصل فيه الناس من الإيمان واليقين وقرب الساعة، فتكون العبادة والسجدة لله خير من الدنيا وما فيها. واضح؟ فإذن هذا المعنى، فإذن هذا نص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت، وهو يخبر ماذا سيكون إذا نزل عيسى عليه السلام، ماذا سيبطل من تلك الادعاءات وتلك التصورات الباطلة الفاسدة، سواء عند اليهود أو عند النصارى عن عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك سيبطل بنزوله. فلذلك قال: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ثم إلي مرجعكم. الخطاب هنا هل لمن اتبع عيسى وللذين كفروا من بني إسرائيل، أو هو للعموم؟ على قولين للمفسرين. ثم إلي مرجعكم، فإن الخطاب لبني إسرائيل، من آمن بعيسى عليه السلام ومن كفر به فالله عز وجل جامعهم إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم، وفي قوله عز وجل إلي فيه الإعلام بأن الرجوع إليه جل جلاله لا إلى سواه، وفيه أيضا الإشارة إلى قضية البعث بعد الممات، وفيه أيضا تحذير وتذكير لمن لم يؤمن بعيسى أن يؤمن به، ومن نسب إليه أقوالا باطلة أن يرجع عنها. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم، فالله عز وجل يحكم بين هؤلاء فيما اختلفوا فيه، فيما كنتم فيه تختلفون، فيما كنتم فيه تختلفون. فإذن هذه الآية الكريمة التي أعطتنا الدلالة على، ومن أعظم ما دلت عليه، من أعظم ما دلت عليه أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى إليه، وأن عيسى حي، وأن هذا هو المعنى لقوله عز وجل إني متوفيك، وأن الأمة أجمعت على ذلك. وذكرنا لكم قول الإجماع كما نقله السفاريني، وأيضا ممن نقل الإجماع الإمام المفسر ابن عطية الأندلسي رحمة الله عليه، قال: وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر
من أن عيسى في السماء حي، وأنه ينزل آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويفيض العدل وتظهر به الملة ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحج البيت ويعتمر ويبقى في الأرض 24 سنة، وفي رواية 40 سنة. إذن هذا الإخبار عن هذا الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة بالنسبة لنزول عيسى عليه السلام، وأنهم يضمنون في إجماعهم أنه حي في السماء، وأن الله عز وجل ينزله إلى الناس. طبعا هذا الأمر أيضا حقيقة أن نصارى نجران عندما خوطبوا بهذا الأمر هل قبلوا وهل استجابوا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وقبلوا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ والقرآن يخبر عن عيسى خبر الحق والصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عيسى خبر الإنصاف والبراءة مما نسبه إليه اليهود. لقد كان اللائق بهم أن يؤمنوا، ولكن الذي حصل منهم أنهم لم يؤمنوا. ولما استبان ذاك الأمر كما سيأتي في قضية طلب المباهلة من النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران، ولكنهم امتنعوا. وعندما نقف لندرك السبب في عدم القبول، لا لأجل عدم قيام الحجة، ولا لأجل أن ذاك الخبر لا يدل على الصدق بما كان وبما عليه عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي صدهم عن ذلك هو حب الدنيا والجاه والشرف. عندما خافوا أن يكون في إيمانهم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم بنبوته واتباعهم له عليه الصلاة والسلام وترك ما هم فيه، ظنوا أن هذا الأمر سيؤثر عليهم في دنياهم، وأنهم سيحرمون من تلك العطايا التي كانت تصلهم من قيصر الروم كما قلنا، وجاءت الأخبار والروايات بذلك، أنهم عندما سمعوا ذلك رجعوا واجتمعوا فيما بينهم وتذاكروا في هذا الأمر، أنهم إن آمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سوف تمتنع عنهم تلك العطايا. وقلنا أن عالم نجران في ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران كانت شهرته بلغت الآفاق، وكانت العطايا له ولقومه تصلهم لأجل مكانته، فلذلك خافوا أن ذلك كله يحرمون منه إذا ما صدقوا بالنبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان، فلذلك امتنعوا ولم يقبلوا ذلك الحق، ورضوا أن يبقى ذلك الأمر على ما رجعوا إليه، وأنه يكفينا أنك ذكرت في كتابك أن عيسى عليه السلام كلمة الله وأنه روح القدس، ومن ثم سيحملون ويحملون تلك الكلمة ما يريدون. فلذلك الدنيا
أمر عظيم في صرف الإنسان عن الحق. فنسأل الله أن يبصرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يثبتنا على الحق، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر.